الطلب على البرمجيات، وهذا الطلب في سرعة في تنفيذ هذه البرمجيات وتطبيقها، فبصير في عيوب في البرمجة أو ثغرات أمنية، وبيحاولوا الهاكرز من خلالها أنه يرجعوا يدخلوا على هاي الابليكيشنز أو هاي البرمجيات ويستغلوها ويجمعوا مثلا بيانات، ممكن يجمعوا معلومات حساسة. كل محاولات الاختراق بتؤدي إلى جرائم إلكترونية سواء كانت فاشلة أو ناجحة. حياكم الله. سؤال، هل تعرضت لابتزاز إلكتروني؟ هل سبق وأن تقدمت بشكوى للجرائم الإلكترونية؟ ما أبرز قضايا الجرائم الإلكترونية في الأردن؟ من هم الفئة الأكثر استهدافاً بالابتزاز الإلكتروني؟ كيف عالجت التشريعات الأردنية الجريمة الإلكترونية؟ هل العقوبات رادعة؟ هذه أسئلة وغيرها الكثير مع أمثلة وتجارب نشرحها في حلقة الليلة. واسمحوا لي أن أبدأ بضيفي رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الرائد محمود بك المغيري. مساء الخير. مساء الوطن. واهلا ايضا بالخبير القانوني الاستاذ عبد الرحمن الشراري. مساء الخير استاذ. الله يمسيك بكل الخير. سلام. صوت المملكه بدا. اهلا بكم جميعا. مساء الخير سيدي. يمكنكم متابعه صوت المملكه عبر حساب قناه المملكه على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم ايضا المشاركه بطرح الاسئله ونقل التجارب. وفق أرقام وحدة الجرائم الإلكترونية، بلغ عدد الشكاوى اليومية التي تستقبلها وحدة الجرائم الإلكترونية متراوحة بين 40 و60 شكوى منذ بداية العام، تجاوزت 8000 قضية. أبرز القضايا التي تعاملت مع الوحدة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية تموز تتمثل في الاختراق، بعدد وصل إلى 750 قضية، ذم قدح تشهير 956، تهديد 2144، ابتزاز إلكتروني الجنسي 560، الابتزاز المالي 359، الاحتيال المالي الإلكتروني الحوالات 490، الاحتيال المالي الإلكتروني عن طريق الشراء الإلكتروني 289، وغيرها الكثير. اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيوفي. مساء الخير محافظ الأرقام، سأبدأ هذا اللقاء معك وسأبدأ معك محمود بيك لأطرح واقع الجرائم الإلكترونية في الأردن. كثيرا ما نستمع ونشاهد، والله انتشر فيديو لسين من الناس، هو بيكون دافع مصاري عليه ابتزاز كبير، اما بتدفع او كثير من الناس بتخطر. نعم. كثير من الناس لا تستطيع التعامل مع الهواتف الذكية او ما الى ذلك. ما الذي يقلقكم في البداية؟ كيف هو واقع الجرائم الإلكترونية في الأردن؟ تفضل. واقع مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن، الحمد لله يعني المملكة الأردنية الهاشمية كانت من الدول السباقة في مكافحة الجرائم الإلكترونية. نعم. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كانت بدايات وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية كقسم أنشئ في إدارة البحث الجنائي عام 2008، سمي قسم الإسناد والتحقيق الفني. هذا القسم كان يعنى بالتحقيق في جرائم الاتصالات وجرائم الإنترنت. ونظرا لتطور التكنولوجي وزيادة أعداد الجرائم الإلكترونية ومواقع التواصل وزيادة أعداد مواقع التواصل الاجتماعي، تم ترقية صدر قرار عطوفة مدير الأمن العام بترقية القسم ليصبح وحدة على مستوى وطني لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وتم رفضها بالكوادر البشرية. تم إنشاء مختبر للأدلة الرقمية. هذا المختبر يعنى باستخراج الدليل الرقمي وتزويد كافة المحاكم بالتقارير الفنية التي تثبت وقوع الجريمة. أيضا تم إعداد هيكل تنظيم الوحدة بحيث تتبع لإدارة البحث الجنائي لغايات التحقيق في الجرائم الإلكترونية. ماشي. الله يعطيك العافية. كوحدة وتنظيم والأمن العام مشكورين دائما على هذه الخطوات السباقة. بدي منك اليوم تبسط تبسيط كامل، لأن الجمهور مختلف، عندنا شباب، عندنا كبار بالسن، عندنا ذكور، عندنا إناث، عندنا أطفال، وعندنا عائلات، وعندنا تخوف من موضوع السوشيال ميديا على وجه الخصوص أو استخدامه. أكثر الجرائم الإلكترونية في الأردن شو هي؟ هي جرائم سهلتها التكنولوجيا، وتتمثل في الذم والقدح والابتزاز. ماشي، الذم والقدح والابتزاز، حط لي الذم والقدح على جنب، روح لي على الابتزاز، معلش؟ نعم سيدي. طيب، أعطيني أشكال الابتزاز ومن هم أكثر الضحايا. تمام سيدي، في البداية حابة أعرف شو هو الابتزاز. كويس. الابتزاز هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو معلومات خاصة أو مقاطع فيديو تخص الضحية مقابل قيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتز، تتمثل في إرسال مبالغ مالية أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال جنسية مخلة بالآداب لصالح المبتز. ممتاز. قديش عددها بالأردن هاي؟ يعني أنا هاي أكبر أنواع صح؟ نعم صحيح سيدي.
يعني قديش اعدادها؟ انا بحكي عن مثلا عام هذه السنه لنهايه عام نهايه شهر تموز بلغت اعداد جرائم الابتزاز الالكتروني 698 قضيه سجلت في وحده مكافحه الجرائم. 698؟ نعم صحيح. تحكي عن 700 هذول اللي قدموا بشكاوي غير اللي ظلهم ساكتين وغير اللي ما زالوا حتى نعم. الان تحت ضغط الابتزاز. نعم صحيح. مزبوط. هو في يعني احنا دائما بنوجه بالتوعيه انه مراجعه وحده مكافحه الجرائم الالكترونيه وتقديم شكوى لانه الابتزاز لا نهايه له. كويس. انت بتعرف هذا. سؤال اخر، اللي بيبتز داخل الاردن انت قادر تمسكه ان شاء الله؟ ان شاء الله، بس اغلب عمليات الابتزاز هاي بتكونش من الاردن، بتكون برا الاردن. كيف ممكن لهذه الوحده ان تساهم في هذه القضيه؟ بقول لك بدي اشرف عليه قضيه وهيك بكون. نعم. بديش اروح اسجنه، ما بدي ما بدي ما بدي، بس يا اخوي بالله عليك يا محمود بيك انك تشطبه، انك توقفه، انك تهكره، انك ما الى ذلك. تمام سيدي. كيف تتعاملوا مع هاي الجرائم؟ هذه جرائم سيدي يتم التعامل معها، اولا احنا بنعمل تحقيقات فنيه من غايات التتبع الفني، تواصل وحده مع مواقع التواصل الاجتماعي العالميه، بنجمع المعلومات الفنيه، من خلال هذه المعلومات الفنيه يتم تحديد هويه الفاعل في حال كان داخل الاردن. كويس. في حال كان داخل خارج الاردن يتم تحديد موقعه، خلينا نحكي داخل الأردن هينة. نعم صحيح. خارج الأردن، خارج الأردن يتم تحديد الموقع والمعلومات الفنية المرتبطة به. كويس. يتم مخاطبة الآن إدارة الشرطة العربية والدولية بالتنسيق مع الإدعاء العام لغايات ملاحقة الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. هذا بأخذ وقت طبعا. هي ارتباطات وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، يعني عندك مخاطبات شركات عالمية ضمن سياسة خصوصية تابعة لهذه الشركات، مثل الفيسبوك في سياسة خصوصية عنده ينظر في الشكوى المقدمة من وكالة إنفاذ القانون اللي هي وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وينظر هل هي تمت مخالفة لسياسة الخصوصية. إذا كانت في تمت مخالفة لسياسة الخصوصية الخاصة مثلا موقع الفيسبوك يتم تزويدنا بالمعلومات الفنية ويتم إجراء التحليل الفنية للوصول إلى هوية الفاعل. كويس. لهون بدي أظل بالابتزاز لأنه أكثر إشي بالأردن ابتزاز وأكثر الضحايا من الإناث. من الإناث. ما هي العقوبة على المبتز؟ هلا هو اجى العنوان بالتهديد بفضح امر. التهديد بفضح امر. بفضح كويس. امر للحصول على منفعه غير مشروعه. تمام. وين اشكاليه الجريمه هاي استاذ عامر؟ الاشكاليه فيها جانبين، الضرر المادي. كويس. والضرر النفسي هو اكبر، خاصه في الشريحه اللي لا زالت في بكوره الشباب، يعني 15 16 17 18 سنة، انه يبدا حياته تحت وطأة التهديد، والتهديد بفضح امر خاص جدا، خصوصا اذا كان موضوع، خاصة اذا كان متعلق بالاعتداء الجنسي. نحكي بوضوح حتى صحيح. يكون المسألة فيها وعي مطلق للآباء والأمهات والمعلمين في المدارس. كويس. من الضرورة بمكان قبل ما نتطرق للعقوبة نتطرق ل سياسة الخصوصية للأفراد الذاتية. كويس. مش اللي بتأمنها الشركات. ماشي. مهم جدا أن يدرك جميع الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات أن سياسة الخصوصية الذاتية تعني من بين ما تعنيه أنه علي أوعي هذا الجيل بأنه نعم. المسائل الخاصة فيه، صوري، معلوماتي الخاصة، ما بصير أشاركها مع شخص أنا ما بعرفه في هذا الفضاء الإلكتروني، لأن هاي العنوان الأساسي. طيب. لممارسة جريمة التهديد. أنا مش راح أدافع هلأ، رحنا باتجاه القضاء. أنا أخذ عند هاي النقطة، بديش أروح أدافع، بس ما أنه أكثر موضوع ضحايا هن البنات، فتيات وسن مراهقة وإعجاب وغراميات وحب وما إلى ذلك، فبترسل، بس هي ما بتعرف أنه هذا مبتز، أنه هذا من الممكن أنه يوصلها إلى مرحلة الثقة العمياء. بالضبط. فبالتالي ما هي العقوبة المبتز اليوم؟ عندنا عقوبة رادعة للمبتز ولا لا؟ العقوبة رادعة وكفيلة، وخاصة إنها العقوبة بتبدأ من عند الملاحقة. كويس. معنى يعني اللي بده يتم ضبطه من وحدة الجرائم الإلكترونية وبيعرف البيك في آلية تعامل ضمن إطار قانوني مع هذا الشخص، بإني أنا ما بيجوز أتركه حر طليق نظرا لخطورة الجريمة على المجني عليها وخطورة ردة الفعل اللي ممكن تقع بعد معرفة هويته.
تمام ماشي. فبتبدا الاجراءات من هاي اللحظه، تنتقل للمحاكم وللنيابه العامه، بعد نظر الدعوه كامله يتم ايقاع العقوبه اللي هي الجنحه، بتبلش من الحبس وقد تصل الى 3 سنوات. الحبس قد يصل الى 3 سنوات، والغرامه برضه غرامه ماليه قد تصل الى 3000 دينار. فمساله العقوبه، اي نعم عقوبه رادعه، وانا عندي برضه عقوبه رادعه اكثر بنفس قانون الجرائم الالكترونيه، وهي اللي هي واقعه التكرار. اذا كرر الفعل مره ثانيه للمحكمه مضاعفه العقوبه. ماشي. يعني بمعنى اذا حكمته سنه في الجريمه الاولى، الجريمه الثانيه سنتين. اذا الغرامه كانت 1000، الغرامه الثانيه 2000. فالعقوبه رادعه وكفيله انها تردع. وبتوقع من البيك انه يعني كويس قله من انه يواجه حاله تكرار في هذا الصنف من الجريمه، يعني هي المره الاولى بتكون القاضي على الجاني. كويس. طيب ماشي. محمود بيك، اغرب قضيه مرت عليك شو هي؟ عمليه ابتزاز. انها سيدي يعني انا بعرف كل يوم بيجيك 1000 قضايا، بدرك ذلك تماما. بس احنا دائما انا غايتي من هذا السؤال هي والله التوعيه، وانا بعرف انه همكم دائما التوعيه، وبعرف انكم بتبعثوا دائما للمدارس والجامعات لغرض نشر الوعي بين الشباب وبين الطلاب، ادرك ذلك وتشكروا على هذه الجهود. لكن السؤال، اعطينا تجارب، اعطينا امثله. انا سيدي بدي اتطرق لطرق الابتزاز اللي من خلالها، من خبرتي بوحده مكافحه الجرائم الالكترونيه، شاهدنا حالات بتصير من خلالها. نعم. مثل ما حكى الاستاذ هنا، اول طريقه هي اقامه علاقه صداقه مع الضحيه وكسب ثقته، ومن ثم استدراج المحادثات مرئيه وصور وارسال صور، ومن ثم ايش ابتداء بابتزازه. هاي بتصير كثير برضو حالات. الحال الغريب اللي مرت علي اللي هي سرقه الحسابات. اها بدنا نجي هاي موضوع ثاني، سرقه الحسابات. سرقه الحسابات، الان المجرم الالكتروني بامكانه يستغل اي محتوى الكتروني لغايات الابتزاز او لغايات ارتكاب جريمته. مثلا احنا كثير مثلا وكثير بننصح مثلا اخواتنا الفتيات انه لا تحتفظي بصور خاصه على تطبيقات التواصل الاجتماعي او على تطبيقات الهاتف الذكي. اذا اولى الخطوات ان لا تحتفظ بصور خاصة على التليفون على او على اللابتوب. التطبيقات الان في مثلا انا اوكي مثلا تطبيق سناب شات خلينا نحكي كويس، انا بحتفظ عليه بصور خاصه ما بنشرها، ولكن محتفظ عليه ليش؟ لانه في فلتر، في اشياء انا بصور فيها، هاي المشكله. انت عارف. ايوه ماشي. هون المشكله سيدي، لا سمح الله تم سرقه هذا الحساب، الان المجرم الالكتروني استغل كامل المحتوى الالكتروني لارتكاب جريمته، من التهديد، من الابتزاز، من الضغط على الضحيه لارسال مبالغ ماليه، ارسال مزيد من الصور المخله بالاداب لارتكاب جريمته بشكل عام. اوف. ايضا حذرنا منها اسلوب جرمي اللي هي مواقع السحر والشعوذه. مواقع السحر والشعوذه بالضبط، اللي هي صفحات السحر والشعوذه او تطبيقات السحر والشعوذه. كثير يعني بحجة دفع الضرر، جلب المنفعة، جلب الزوج وأشياء زي هيك، بيبدأ استدراج الضحية بإرسال صور خاصة لغايات مثلا إخراج الطاقة السلبية وغيرها ومعالجة التليفونات. نعم. وللأسف في استجابة له، فيتم إرسال هذه الصور خاصة مباشرة، يبدأ الابتزاز بإرسال مبالغ مالية لصالح المبتز. طيب بدي انوه نقطة بس، يمكن عاداتنا تقاليدنا مجتمعنا انه الاناث اكثر عرضة للابتزاز الالكتروني خوفا على سمعتها، خوفا على نفسها بالدرجة الاولى. بس انتم عندكم سرية كاملة للقضايا. نعم، القضية تعامل بسرية تامة من لحظة استقبال الشكوى للحظة توديعها للقضاء، تعامل بسرية كاملة بالتنسيق مع المدعي العام والحاكم الاداري. نعم. بس الابتزاز لا يقع على الاناث فقط، يعني مرت علينا حالات يقع على الذكور ايضا. كثير بقع على الذكور، انا بقول لك يعني في شغلات كثير انت عارفينها والناس كلها عارفينها. بنت كان هي بتحكي مع شاب، بتستدرجه الاخر، بيطلع هذا الشاب، تدفع مصاري ولا ببعث اللي كل عندك على الفيسبوك. اصدقائك وقائمه الاصدقاء وقائمه الاقارب. ولحق. ولحق. طيب مثل هاي الحالات، طب الشباب شو بدهم يعملوا الان مثل هذا؟ احنا دائما ننصحهم التوجه لوحده مكافحه الجرائم الالكترونيه. الان سياسه الخصوصيه في الشركات العالميه، اي محتوى جنسي مخل بالاداب يتم حذفه مباشره. ثاني شيء يتم تحديد المعلومات الفنيه، في حال كان داخل الاردن يتم اجراءات التقاضي، في حال كان خارج الاردن يتم مخاطبه اداره الشرطه العربيه والدوليه بالتنسيق مع الادعاء العام. طيب ماشي. الفرق الان احنا محمود بيك تحدث بانه الضحيه اغلبهم اناث. طيب السؤال، طب لو كان المبتز في شيء قاصر، شيء مش قاصر،
تختلف العقوبة؟ تختلف العقوبة طبعا. كيف تكون؟ من جنح لجناية، تصل لدرجة الجناية. وضح لنا إياها معلش. يعني الجنح الحد الأقصى للعقوبة فيها 3 سنوات الحبس. نعم. الجناية بتبلش من 3 سنوات ل15 سنة. حالات كثيرة على القاصر. نعم. بعرفش إذا محمود بيك عنده الإحصائية على القاصر يعني. هي الرقم حالات قليلة يعني. حالات قليلة. أما اللي بنشوفه في المحاكم لا، اللي هو اللي بالغين سن الرشد يعني 18 سنة فأكثر. سواء إناث أو. طب عندما تتعامل معهم مثل هذه القضايا شو يعني؟ أكيد راح يكون ندمان وبقول لك أنا وين وصلت لهاي المرحلة وما إلى ذلك، لكن سؤال ما الغاية من ارتكاب مثل هذا؟ الجاني ولا المجني عليه؟ الاثنين. الاثنين. الجاني بده مصاري. الجاني مش دائما مصاري. مش دائما مصاري. قد يكون الدافع إنه أنا بدي أنهي العلاقة، ما بدناش نكمل، ما بديش يعني، مش راح يصير في بيننا خطوبة أو زواج وانتهت العلاقة لهون، وكانت يعني غلطة مؤقتة في فترة زمنية مؤقتة، فبدنا ننهي العلاقة. كويس. قد يكون الجاني هون من النوع اللي ما بده ينهي العلاقة، فبستعمل البيانات اللي كانت عنده لتهديد بأنه لا ما فيش إنهاء للعلاقة وبدنا نستمر، وإذا ما استمرينا كويس هاي الملف. الجانب الآخر اللي هو الحصول على المال. تمام. هلا الإشكالية إنهم صغر السن، وإنه أنا ما أبلغ يعني صديقي أو أخوي أو معلمي أو أبوي أو أمي. حاجز الخوف لازم نعرف انه حاجز الخوف هذا قد يؤدي الى مزيد من الضرر. بس انت عارف، انت شايف احنا مجتمع ان عاداتنا وتقاليدنا ربما الخوف. انا بطرح لك اسئله استاذ، بس اكمل لك. انا بطرح اسئله على فكره واقعيه. في كثير بنات الان بتعرض لمثل هذا الموضوع، مش قادره تروح تقول لهم ولا لابوها او لاخوها لانها خايفه. من الضرورة أنه يعرفوا الأهالي أنه في وحدة الجرائم الإلكترونية، في قانون بيقول أنه هاي تحقيقات سرية. تقدر البنت يجي عليك بدون أهلها؟ طبعا. تقدم الشكوى؟ بالغة عاقلة راشدة ما في مشكلة. تحقيق سر أستاذ عامر، أمام المدعي العام التحقيق سري. حتى مسألة تصوير الملف لما يكون في محامين في الدعوة، إحنا بموجب قانون نقابة المحامين أيضا أدينا القسم على الحفاظ على سرية. صحيح. الموكل. صحيح. يعني مسألة الورق اللي موجود بالملف لن يطلع عليه إلا المدعي العام، الضابط العدلية، محامين الأطراف والقاضي، والأربعة يعني لا يوجد لهم مصلحة حتى لو بدون قانون بكشف هذه البيانات. صحيح. لأن هذه معلومات سرية، ومن مبادئ الشرف والأمانة والاستقامة أن نحافظ على سريتها. طيب كويس. بيقدر واحد يجي يشتكي لعندكم بدون ما يكون حضور، يجي لعندك مباشرة؟ لا، هو تقديم شكوى رسمية لغايات استكمال إجراءات التقاضي لابد من الحضور الشخصي. لازم يكون شخصي. لغايات الاستشارة أو لغايات أخذ رأي وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إنه هذه شكوى جريمة إلكترونية، نهتم من خلال خطوط الاتصال أو من خلال موقع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على الفيسبوك. بس لازم يجيك بشكل شخصي. نعم صح. طيب بعد الفاصل أكمل وضيوفي هذا النقاش، تفضلوا البقاء معنا. اهلا بكم من جديد، ترحاب بضيفي، واعود لطرح السؤال، وهو السؤال يعني ما يهم الضحيه في قضايا الابتزاز هو الوقايه من حدوث فضيحه وليس معاقبه الجانب بالدرجه الاولى. طيب سؤال، هناك تدابير امنيه للوقايه من هذا الموضوع؟ يعني هو قاعد بيبتز فيه، لا بتدفع لا بنشر، انا اجيت عليك اليوم بقول لك 1 2 3 4 في وقايه؟ سيدي الخطوه الاولى في الوقايه طالما الجريمه حصلت هي التقدم بشكوى لوحده مكافحه الجرائم الالكترونيه. ماشي. الان من خلال التحقيقات الفنيه يتم التوصل الى الفاعل، يتم ضبط الفاعل، يتم ضبط اجهزته والادوات المستخدمه في الجريمه. الان الاجهزه بهمنا الدليل الرقمي، الدليل الرقمي هذا تحصل عليه وحده مكافحه الجرائم الالكترونيه انه حصل الابتزاز، حصلت مقطع الفيديو او الصوره موجوده. نعم. ثم يتم التحفظ على هذه الاجهزه في مختبر الادله الرقميه، في اجراءات التقاضي يتم ارسالهم للاطراف الى القضاء طبعا بسرية تامة. يعني التعامل في هذه القضية في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بسرية تامة، تعدت الوحدة لعلاقة الضابط المسؤول مع المشتكي أو المشتكية فقط. نعم. وأيضا لدينا محققات من الإناث
لاستقبال الشكوى نظرا لحساسيه هذه القضايا، يتم سماع الاقوال من قبل محققات الاناث ويتم السير بالاجراءات التحقيقيه. طيب هذا اذا كان بالاردن. نعم. اذا كان خارج الاردن. الان احنا مخاطباتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي. راح اقول لك ليش. اغلب القضايا اللي مثل هاي تيجي خارج الاردن. ما بعرف الا اذا كان عندك ارقام مختلفه. هو في نسبة، لا في عدد من خارج الأردن، لأن جرائم عابرة للحدود بالنهاية جرائم إلكترونية. الآن من خلال إدارة الشرطة العربية الدولية بتنسيق مع الإدعاء العام في مخاطبات مستعجلة ما بين الدول، في دول مستجيبة، يعني في دول يحكمها قانون ويوجد فيها قانون جرائم إلكترونية، يتم ضبط الفاعل ويتم السير بالإجراءات التحقيقية كما هو في الأردن. طيب سؤال ثاني، الآن أنت رحت عامر مبتز، رحت مسكت عامر، شو الدليل انه عامر مش مخبي هذه الماده على فلاش عند حاطه عند استاذ عبد الرحمن قال له خبي لي اياها قبل ما اطلع من السجن وارجع ابتز من جديد؟ الان المحتوى الالكتروني انا بديش ادقق كثير بس يعني صحيح. هذه اسئله بدنا نطرحها. لا لابد انه حتى يعرف المواطن. المحتوى الالكتروني ليس من السهل السيطره عليه. يعني لا سمح الله انت ماخذ الان محتوى الكتروني وحاطه على سيرفر مثلا خارج الاردن. طيب. او حافظه بمكان على الانترنت، فهون المحتوى الالكتروني صعب السيطره عليه، بيتم من خلال التحقيقات، يتم احيانا يعني تضطر وحده لتفتيش من خلال اداره البحث الجنائي، تفتيش المنزل، لتفتيش السياره، لضبط جميع الاجهزه الالكترونيه الموجوده. نعم. ومن ثم يتم اجراءات الفحص في مختبر الادله الرقميه. طيب ماشي، التحقيق سري صح؟ طبعا. لكن المحاكمه علنيه. بس المحاكمة العلنية ما يعني ممكن لأي شخص الدخول لغرفة المحكمة بعد تحويل الدعوة. تمام هذا الأصل العام. لكن إذا كان أثناء المحاكمة رأى القاضي وبموجب نص قانون إنه ممكن إنها تمس بالسمعة أو الشرف، له الحق أن يأمر باستعمال الاستثناء وأن يأمر بعقد الجلسة بصورة سرية لدواعي أسرية، لدواعي أمنية، لدواعي تتعلق بالسمعة، وبخلي القاعة وبيبقى الأطراف فقط. عندك قضية واحد تم ابتزازه، انت قلت لي المبتز اول مرة عقوبة واذا كرر الضعف. الضعف. طيب الضحية اذا تم تكرار العقوبة؟ يعني ضحية واحد ابتزه الثاني مرة للمتضرر. للمتضرر لثاني مرة. هلا ما هو العقوبة على اتجاهين، صحيح، الحبس والتعويض. صحيح. تمام. هلا المسألة بتصفي عاد مسألة اللي هو تقدير التعويض، هاي مثلا مختص فيها الخبراء، بمعنى القاضي لا يحدد قيمة التعويض. كويس. ينتدب خبير لتقدير قيمة التعويض عن الضرر المادي والضرر النفسي. تمام. هلا من خلال أوراق الملف في عدة معايير، يعني مقدار الأضرار، تمام، ومقدار الضرر المباشر، وأثر هذا الضرر على الجانب المادي اللي هي الخسارة اللي لحقت بالمضرور، والجانب النفسي المتعلق بعاطفته وشعوره والحزن والألم واللوعة والحسرة نتيجة الأفعال اللي ارتكبت عليه. قد تصل قيمة التعويض إلى 50 و60 و70 و80 و100 ألف. طيب أتى إلى موضوع آخر، الاحتيال المالي. محافظة طلعت جديد، المحافظة كورونا كورونا وجر. طيب كيف كيف يتم التعامل مع هذا المحافظة الاحتيال المالي؟ الآن الاحتيال المالي الإلكتروني أساليبه كثيرة. البنك المركزي له دور في هذا الموضوع أيضا صح؟ نعم صحيح، انتشرت بالفترة الأخيرة أنه تقديم مساعدات قروض مالية من البنك المركزي وتم وضع روابط إلكترونية. المشكلة بهذه الروابط الإلكترونية أنه لما تدخلها بطلب منك معلومات شخصية، بطلب منك رقم الحساب، بطلب منك رقم هاتفك الخلوي. الآن المجرم الإلكتروني، يعني هي أمور بديهية، يعني المجرم الإلكتروني بيعمل ريسيت أو إعادة ضبط لرقم الحساب، إعادة ضبط الباسورد اللي هي الحساب البنكي الإلكتروني خلينا نحكي. مجرد ما بطلب منك الكود اللي بيصلك، مثلا أنت وصلك كود بحكي لك أعطيني الكود اللي وصلك حتى نستمر بإجراءات القرض وغيره. مجرد ما أخذ هذا الكود استولى على حسابك البنكي الإلكتروني، أخذ كل النقود اللي فيه، وإما قام بتحويلها إلى حسابه أو قام. طبعا هيك العوض بتش الكريمة أنت ما بتقدر تعمل له شيء. الآن هو حولها، الآن بدك تقدم شكوى حتى إيش يتم تتبع سلسلة الحوالات. أنت ما بتقدر تتعامل مع الانتربول مثل هذه الحالات، لأنه الانتربول ما في عندوش مثل هذه الجرائم البسيطة اللي تعد مثل الجرائم الإلكترونية صح؟ لا هي تعتبر جرائم إلكترونية، احتيال مالي إلكتروني. ماشي. وأيضا يتم مخاطبة فيها إذا كانت خارج الأردن. بس الانتربول بيمشي مثل هذه القضايا؟ نعم صحيح، قضايا مالية برضه بيمشي فيها. نعم صحيح. ما احنا بالأردن بنمشي له، هي المعاملة بالمثل من قواعد المعاملة.
طيب السؤال هناك، ليش ما يكون في غرف اقتصاديه للجرائم الاقتصاديه، الاحتيال الاقتصادي بالمحاكم؟ يعني شو الضير من ذلك؟ هو دخلت فيها وسيله الكترونيه. اها، فبالتالي تبقى جرائم الكترونيه. تبقى جرائم الكترونيه. طيب كيف يتم التعامل مع هذه القضايا الجرميه؟ تعامل كجرائم احتيال ام تعامل كجرائم الكترونيه؟ هي في حقيقه الامر احتيال، اختلفت وسيله ارتكاب الجريمه. ماشي، بس انت الان كتشريع بالاردن، كتشريع في قانون الجرائم الالكترونيه مش الاحتيال، هي الجرائم الواقعه على الشبكه المصرفيه والحوالات وبطاقات الائتمان. يعني مخفف الحكم بكون؟ لا 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 لا، الحكم مش مخفف. شو بكون؟ هي جنحه، والحد الاقصى للعقوبه فيها 3 سنوات مهما كان المبلغ. ما لهوش علاقه المبلغ، ما له علاقه المبلغ ابدا بالعقوبه، هي جنحه والحد الاقصى للعقوبه فيها 3 سنوات. طيب ماشي، واحد راح احتال مالي على شخص ب 100,000 دينار، ماشي، لو كان احتال بغير جريمه الكترونيه كم ستكون عقوبته؟ 3 سنوات. والالكترونيه 3 سنوات. و100 دينار 3 سنوات. الفكره في الردع، الفكره في الردع انتشار الجريمه كظاهره. طيب يعني الاحتيال مثل ما بقع في الحيز الطبيعي المادي وبالعوامل الطبيعيه وبالافعال الطبيعيه، يقع ايضا في الحيز الالكتروني اللي هو المواقع الالكترونيه. تمام، او الحسابات الالكترونيه. فبالنتيجه اللي تغير عندنا تغير وسيله ارتكاب الجريمه. الاحتيال الطبيعي فيه له ضرر ويقع على المجني عليه، غير وسيله ارتكاب الجريمه، ارتكبها بواسطه الوسائل الالكترونيه ويقع ايضا ضرر على المجني عليه، تقديرا من المشرع في انه الحد الاقصى للعقوبه 3 سنوات هو كفيل بتحقيق الردع الخاص والعام، وبتصور انها كافيه. طيب عددها كبير الاحتيال؟ عدد كبير الاحتيال يعني الأردن. نحكي هذه السنة لغاية شهر نهاية شهر تموز، الاحتيال المالي الإلكتروني وصل 1153 قضية مختلف أساليبه. والله كثير، أكثر من الابتزاز. نعم، يعني ضفنا لها برضو في قضايا ابتزاز ترتبط بالاحتيال المالي الإلكتروني. صحيح، يعني في أغلب القضايا الجرائم الإلكترونية في ارتباطات بينها. داخلية أغلب القضايا؟ أغلب القضايا داخلية. نعم صحيح، أغلب القضايا، أغلب القضايا داخلية. عرفنا شو السبب وراء هذه العمليات؟ هي لا رغبة في الحصول على الربح. الربح فقط. نعم صحيح. منفعة غير المشروع. منفعة غير مشروع. حتى كمان مرات يعني سذاجة المجني عليه. سذاجة المجني عليه بتسهل مهمة الجاني. يعني هو ذكاء الجاني ولا بساطة المجني عليه؟ هلا العوامل مشتركة. طبعا المجني عليه. المجني عليه بساطته. سذاجته. طب كيف يتم استغلال الأطفال مثل الجرائم الإلكترونية؟ هذا سؤال مهم. في طفل بده يشتكي عمره أقل من 18 سنة، كيف بدك تستقبل شكوى؟ كيف ممكن يشتكي؟ وما هي الممارسات التي تمارس على الأطفال من خلال بعض الألعاب هاي الموجودة احنا على نعم صحيح الإنترنت؟ وبعدين احنا الإنترنت عندنا فضاء مفتوح. نعم، اكبس كبسة شو ما بدك بتلاقي، تلاقي حالك جوا الإنترنت. تفضل. حسيت بس بدي انوه نقطه بالناحيه الاحتيال المالي الالكتروني ايضا، بس ننبه نقطه انه الماده 15 من قانون الجرائم الالكتروني رقم 27 لعام 2015، كل من ارتكب جريمه معاقب عليها موجب اي تشريع نافذ يعاقب العقوبه المنصوص عليها في ذلك التشريع. طيب يعني الاحتيال نفسه سواء وقع بوسيله الكترونيه او وقع بالواقع العملي، احتيال بيرجع قانون العقوبات. ماشي كويس، احتيال احتيال. طيب اعطيني بالنسبة للأطفال. بالنسبة للأطفال كثير منحذر دائما أنه الطفل لا يكون ضحية لجريمة إلكترونية من خلال الأهل. الآن تقديم شكوى للطفل لابد من وجود حضور ولي أمره. ماشي. وكثير انتشار الألعاب الإلكترونية، وأصبحت الألعاب الإلكترونية للأسف هي يعني بيئة خصبة لارتكاب الجريمة الإلكترونية. ماشي. بالذات أنها تسمح بالتواصل المرئي والمسموع مع الطفل. مع الطفل. دائما ما بننصح الاهل، يعني مرت علي حالات انه متابعه الاطفال، تحديد ساعات استخدام الانترنت، بناء جسور من الثقه، واهم شيء بين الطفل واهله. يعني بسوى انك تيجي على الطفل، على ابنك، تحكي له شو صار معك اليوم بالانترنت، مين هذا اللي بتتواصل معاه، لانه الطفل اذا حصل على طلب غريب مثلا، حصله طلب غريب من الانترنت. بس في نسبه كبيره من الناس اليوم بقول لك خذ يابا التهي وروح. لا، هذا بالنهايه في نسبه، صحيح، بس بالنهايه هذا الطفل مسلوب الاراده، ما بتعرف شو بصير مع الانترنت يعني لا سمح الله. شو مثل القضايا اللي اجتكم على الاطفال؟ يعني حتى الناس تسمع هاي القضايا وممكن تنتبه لاولادها اكثر. هي التنمر الالكتروني، ايضا استغلال جنسي للاطفال حصل على الانترنت. على الانترنت؟ نعم، والتنمر الالكتروني، التنمر الالكتروني برضه مخاطره كبيره على الطفل. يعني قد تصل الى درجه الاكتئاب، قد تصل الى درجه الاضرار النفسيه. صحيح. طب مثل هذه القضايا ما هي العقوبه؟ شو نوع الجريمه؟ حسب نوع ممكن تكون جنحه، ممكن تكون جنايه.
يعني عدد القضايا كبير على القصر؟ على القصر قليل، على الأطفال، على الأطفال قليل. قليل 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 لأنه ما حدا بيشتكي، ولا قليل لأنه الممارسة قليلة؟ لأنها ليست أكثر شيوعا، لكن إذا استمر بهذا الاضطراد بصبح كبير، خاصة أنه موجة الألعاب الإلكترونية بدأت تتسع وفترة العطلة طويلة، ولا لا أستاذ عامر؟ صحيح. مثل ما قلت الأهالي خلاص خليه ملتهي وخلينا احنا هنا. كثير في صفحات على الفيسبوك الأكثر انتشارا بالأردن على أقل تقدير، دقي لك هذا شيخ أعشاب، طبيب بالأعشاب، انتحال الشخصية، شو عقوبته؟ هلا لوين بيودي الفعل اللي انتحل فيه الشخصية؟ بمعنى إذا اخترق حساب وانتحل شخصية غيره وترتب على هذا الاختراق إما إفشاء أو إتلاف أو تدمير، ممكن برضو تكون جنحة وممكن تكون جناية. طيب بمعنى ممكن تكون العقوبة الحبس سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة. طيب أنا ما بدي هذا يعمل جناية، أنا اليوم بدي أروح أعمل صفحة على الفيسبوك أسميها الدكتور عامر طبيب أعشاب وأعطي من الناس النصائح، أو أروح أنتحل شخصية محمود بيك وأكتب لهم مدير رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أو أنتحل شخصيتك كمحامي، أنتحل شخصية سياسي، أنتحل شخصية مؤسسة رسمية، ما عملت أي شيء، أنا فقط انتحلت هذه الشخصية، شو عقوبته؟ وين الردع العام؟ مجرد فعل الاختراق وانتحال الشخصية معاقب عليه كجنحة. شو عقوبته؟ الحبس، قد تصل إلى 3 سنوات حبس، مجرد الاختراق بدون لا إفشاء ولا تدمير ولا نشر، فقط مجرد فعل الاختراق. إذا تم ضبط الفاعل يعني وثبت أنه هو اللي ارتكب فعل الاختراق يتم إيقاع العقوبة حتى لو ما أوقع ضرر، حتى لو ما أوقع، مجرد انتحال الشخصي، انتحال الشخصي سواء كان جرم إلكتروني أو إلكتروني أو غيره ذات العقوبة. هلا بالطبيعي لا، أخف إذا ما في ضرر، يعني بمعنى اللي هي الجرم الإلكتروني أقوى. طبعا لانه انت اخترقت حسابات. طب احنا بدنا ننتظر الشكوى ولا احنا بدنا نبحث؟ لا لازم تحريك الشكوى، لازم تحريك الشكوى، لازم تحريك الشكوى، مع انه بحق للنيابه في بعض الجرائم. طب بما انه هي بما انه ليس لها اي ضرر وانا مستفيد منها وما حدا حرك علي شكوى، لا اذا وصل الاخبار ملزم اني الضابطه العدليه انها تحقق وتتقصى وتحصل الادله وتضبطها وتحيل للمحكمه بالاخبار وليس بالشكوى، يعني مجرد العلم. طيب ماشي، تحدثنا عن ابتزاز، تحدثنا عن احتيال مالي، نتحدث عن ذنب وإيش كمان؟ قدح وتحقير. أغلب هاي القضايا سياسيين؟ لا نسبة كبيرة من القضايا. أنا بحكي لك يعني أرقام. أنت لما تجيك مثل هاي القضايا الرافعينها بيجي عليك سياسيين مسؤولين بيقولوا لك إحنا عندنا قضايا ذنب وقدح، ولا حتى سياسيين بين المواطنين نفس الشيء برضه؟ يعني هذه القضايا نسبتها كبيرة. ما بعرف يعني، بس يمكن انه يعني بتوقع الفاعل الشخصيات العامة ما بفرق بين الواقع العمل، يعني من قضايا التتبع الالكتروني كويس اعطيني يجيب الشخص ما بتتوقع تطلع منه هذه الجريمة، ما بعرف انها جريمة، احيانا ما بعرف انها جريمة واحيانا بقول لك هذا واقع افتراضي انه ما راح نعرف، عالم افتراضي ما راح نعرف فيه، ما بعرف انه في اجراءات في قانون بضبط هذا الموضوع. واحد كتب لك على الفيسبوك عاشقة الوردة كثار او عاشق الابصر شو وراح علق وذن، انت بدك تتبعه وتعرف مين هو وثم تستدعي تكمل اجراءاتك التحقيقية. السؤال هذا بدك تعاقبه انه ذن ولا انه اخذ شخصية ثانية ولا شو عقوبته ولا الجرمين؟ لا هلا حسب ما هو، حسب شو مستعمل على صفحته او على موقع. راح عامل صفحة وهمية، بمعنى اذا اجى شخص يعني خلينا نكون المثال بيني وبينك استاذ عامر عمل صفحة سمى حاله عبد الرحمن، كويس. هلا هون اول واحدة اللي هي الانتحال، نعم. هلا المحتوى عاد الذم، هاي برضو جريمة ثانية، يعني كل فعل يكون جريمة أو يؤلف جريمة، كلن هذولا مع بعض يحال فيهم بنفس القضية ويعاقب على الجريمة أو التنتين أو الثلاثة، تمام. لكن عندنا نص بقانوننا أنه بالنتيجة بده يتعاقب بالعقوبة الأشد، بمعنى إذا كان
العقوبة الأشد سنتين والعقوبة الأولى 6 شهور، المحكمة بدها تعاقبه بالعقوبة الأشد اللي هي السنتين، لأن المتلازمات مع بعض سنتين. طيب هذا مثلا. طيب أكثر الجرائم تبعات الذم والقطع الواقع على الشخصيات العامة، على السياسيين بروح برفعوا قضايا. سألني أنا تردش على البيك، عندي الجواب. قديش؟ أنا صريح أكثر من قديش؟ يعني نسبة وتناسب، نسبة وتناسب تشكل 40% من التي تحال للمحاكم. طيب السؤال مش هو شخصية عامة؟ مين؟ مش هي شخصية عامة؟ اللي هو السياسيين؟ يعني كل شخص بتولى قيادة. كيف شكل الذم والقدح؟ إما بده يكون في إطار إساءة، إساءة يعني ولا انتقاد؟ إما بده يكون في إطار الانتقاد، وبالنتيجة يعني في المحاكم إذا تعلن عدم مسؤوليته لأنه الفعل تحت مظلة المشروعية القانونية. طيب. ومن حقك إبداء الرأي في التصرفات والسلوك لأنه يشكل حالة من حالات النقد. ماشي. تمام. وإما بده يكون تعدي إلى الحياة الخاصة. طيب سؤال، أنت رحت كتبت بوست على الفيسبوك وأنا رحت علقت عندك تعليق ذم أو قدح أو تشهير أو تحقير أو ما إلى ذلك، أنت بدورك ما شلت هذا التعليق، بس الجرائم الإلكترونية تتبعتني وأنا واحد من الناس أنا اللي راح أتحاسب على هذا الموضوع، مزبوط؟ طيب سؤال، إذا كان هذا الموضوع شخصية عامة وأنا قمت بنقد نقد يعتبر هذا ذم قدح؟ بدك تميز مو أنت ابتداء عن شو العبارات. طيب تمام. الذم إسناد مادة معينة بمعنى فيها أوصاف. تمام. طيب واحد على جاي يروح يعامر والله العظيم ما أنت نافع، هذه قدح. أروح أرفع عليه قضية؟ إذا أنت شفت حالك تضررت وحقك أنك تقاضي، لكن من تنافع بإيش؟ بشغلك. شغلك نقد. نقد. لا تروح تشتكي عليه. اللي بحالك. وبيروح هو بطلع عدم مسؤولية، لأنه الحديث كان عن أدائك المهني. صحيح. والقانون لا يحمي ال طيب بقول هاي النقطة، وبتروح أنت كسياسي أو غير سياسي أو شخصية عامة بتشتكي علي، وعند المحكم بقول له أنا ما كنت أقصد هيك، أنا كنت أقصد التصريحات الأخيرة التي أتلى بها. لا ما هي العبارة هي الدالة على مقصودك. يعني القاضي ينظر إلى العبارة بدلالة مقصودها. نعم. وبالمناسبة اللي وردت فيها. نعم. وسهل بالنسبة للقاضي بناء على المعطيات اللي أمامه أنه يميز فيما إذا كانت ذم أو قدح، فيما نعم. إذا كانت متعلقة بالحياة الخاصة أو بالأداء المهني. والقاضي لما بتكون العبارة متجهة للأداء المهني أو القضاء الأردني بشكل عام، عشان النقد المتكرر للأمانة يعني أخذ بحالات النقد واعتبر أنها يعني أحد أسباب مشروعية إبداء الرأي وأنها لا تشكل لا ذم ولا قدح. النقد المباح بدون سند تكراره يصبح قدح بعدين؟ نقد. تكرار النقد ما هو مباح. مباح كرر ما عليك شيء. نقد مباح يعني إذا أنت أخذت في العبارة اللي نشرتها للمرة الأولى ولاحقك فيها. طيب. تمام. وطلع قرار سواء بالإدانة أو بعدم المسؤولية، تعتبر كل هذه الإجراءات القانونية والتشريعات القانونية تثبنا إلى تكميم الأفواه في جرائم الذم والقدح؟ نعم. إذا كانت متعلقة ب يعني سلوك الشخصيات العامة بأنه كل ما شخص كتب أنه يلجأ للتقاضي، نعم هي جزء من عملية التكميم. أتحدث عن الإشاعة بعد فاصل قصير أخير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد وجدت ترحاب بضيفي، وأذهب إلى موضوع الإشاعة. تعاقب بالجرم؟ نعم. كم عدد قضايا الإشاعة؟ هي قضايا الإشاعة يعني لاحظوني العدد شخصيا لأنها تندرج تحت بند نشر أخبار كاذبة. ولكن الإشاعة دائما يعني نحن بنحذر أنه استقصاء الأخبار من الجهات الرسمية. ماشي. قانون الجرائم الإلكترونية تكلم عن نشر أو إعادة نشر. أيضا الإشاعة نركز عليها برضو أنه إذا قمت بإعادة نشر أو مشاركة هي نفس النشر هذه الإشاعة. يعني المادة الأصلية تعامل المادة المقتبسة تعامل معاملة المادة الأصلية. طيب أنا ما عندي كل هذه التفاصيل الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي، شفت الأستاذ عبد الرحمن راح ينزل خبر أنا أثق بهذا الرجل راح عملت له إعادة نشر، وأنا ما عندي هاي التفاصيل إذا كانت هذه جريمة أو لا، لماذا أحاسب؟
كمعيد؟ لأنه الخبر بالدرجة الأولى بدك تتأكد منه، إعادة نشر أنت كأنك نشرته. ماشي، بس أنا مش مطلوب مني أني أكون مصدر إخباري حتى أتحقق من الخبر من ثلاثة مصادر. أنا ناشط على الفيسبوك أو متابع على الفيسبوك، عجبني أقول لك في أخبار كثير الناس بتعرف أنها مش صحيحة، بس بقول لك دقارة بدي أعيده. طبعا بيكونش فيه ذم أو قدح أو تشهير أو إشاعة. إذا صفا هو إعادة نشر لإشاعة، لأن المحتوى الإلكتروني أو شبكة الإنترنت بيئة خصبة للإشاعة، وبالذات الوسائل اللي بتسهلها الإنترنت من الهاشتاج، من سرعة سرعة بالانتشار. سرعة بالانتشار، فسيطر عليها أمر صعب جدا إذا ما كان في وعي عند المواطن من ناحية أنه هذا خبر كاذب، هذا خبر بضر. طب المواطن شو معرفه إذا كان هذا الخبر؟ راح تحدثوا عن خبر اقتصادي وهذا الخبر كان غير صحيح. نعم. ومواطن يقول لك أنا مش كثير خبير بالاقتصاد لكنه ناشط على السوشيال ميديا، راح أخذ الخبر ونشره على صفحته. لماذا يحاسب؟ يرجع الموقع الرسمي لغرفة الصناعة والتجارة أو أي موقع رسمي آخر ويتأكد من الخبر هل هو صحيح أو كاذب. أنت بتنصحهم ما ينشروا إلا إذا كانوا متأكد؟ تأكد من الأخبار. تأكد. الإشاعة جنحة. واغتيال الشخصية. بدنا نرجع لاغتيال الشخصية جنحة. ما هي اغتيال الشخصية تندرج ضمن مفاهيم الذم والقدح والتحقير. بمعنى يعني العقوبة من الثلاث شهور للثلاث سنوات، والإشاعة الكاذبة برضو جنحة من ثلاث شهور لثلاث سنوات إلا إذا كانت من الخارج، وهذه حالة مختلفة معاقب عليها بموجب المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية عطفا على أحكام قانون العقوبة. هناك مسألة، متى يكون نشر أخبار غير كاذبة إشاعة؟ متى يكون نشر أخبار غير صحيحة إشاعة؟ أخبار كاذبة إشاعة. ما هي اختلاق الواقع هو اللي بيؤدي للإشاعة. بمعنى إذا ثبت أمام القضاء أن الواقعة مختلقة ولا أساس لها من الصحة جوهرها كاملا، هون بتكون ضمن مفهوم الإشاعة. نتخوف من الإشاعة محمود بيك ولا لا؟ طبعا الإشاعة لها ضرار كبير على المجتمع، وخاصة في وجود مواقع التواصل الاجتماعي. قد تسيء لجهة، قد تسيء لمؤسسة، قد يعني في بالأردن جيش إلكتروني؟ لا ما في. ما في. لا يوجد لدينا. لا يوجد لدينا جيش إلكتروني. طيب نتعامل مع هل هناك عدد كبير في قضايا أو جرم جرائم إلكترونية في المؤسسات الحكومية المؤسسات الخاصة؟ طبعا في قضايا، لأن وحدة الجرائم الإلكترونية تستقبل قضايا برضو من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية. قد تحصل جريمة لمؤسسة رغبتها بتقديم شكوى، ولكن المشتكي يكون فيها المؤسسة أو الهيئة، يتم استقبالها في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. نسبها كبيرة ولا؟ لا نسبها قليلة، يعني من ناحية الشكاوى المقدمة من الأفراد، نسب الأفراد على اختراق الإيميلات وما إلى ذلك محصنة بشكل كبير؟ الإيميلات محصنة، ولكن الأخطاء أحيانا تقع من المستخدم. يعني دائما ما ننصح كوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ربط حساباتنا الشخصية ببريد إلكتروني فعال ورقم هاتف فعال. الآن البريد الإلكتروني الفعال شركات مثل ياهو وجيميل وغيرها إلها مدة معينة، إذا ما فتحت الإيميل أو ما استخدمت الإيميل الآن يصبح expired. بإمكان المجرم الإلكتروني يعمل إيميل شبيه فيه ويعمل reset للباسورد ويدخل لحسابك على الفيسبوك ويأخذ حسابك مثلا على الفيسبوك أو على أي وسيلة تواصل اجتماعي، وإمكانه يستغل المحتوى الإلكتروني للجرائم اللي حكينا عليها. أحيانا يتم حظر النشر بقضية معينة بقرار المدعاء العام، بس بنشوفها ما زالت مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي. هل إننا قادرين على عدم على ملاحقة الجميع؟ الآن الملاحقة تتم من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ولكن كل قضية أو كل حساب لابد من جهد كبير تقوم فيه الوحدة المكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة إذا كان تحت اسم مستعار أو اسم وهمي، جهد كبير تقوم فيه الوحدة لتحديد هوية الشخص ومن ثم استكمال الإجراءات التحقيقية. هل هناك ثغرات في القانون نحتاج إلى تعديلات أم لا كافي ترى؟ أم أن هناك تطورات يجب أن يتم التطور بناء على هذه التطورات القانون الإلكترونية مع 5G مع التطور؟ هل القانون مع التطور طبيعي بحاجة إلى تعديل، خاصة فيما يتعلق بالمصطلحات والمفاهيم الموجودة بالقانون. الأهم من ذلك التعديل في القانون بموضوع المرونة في العبارات اللي بتحتمل التأويل والتفسير، بمعنى أنه بتغير مفهومها من شخص إلى آخر. مهم جدا أن تكون العبارات دقيقة، يعني لما بستعمل أنا كلمة الاختراق، الإفشاء، التدمير، التغيير، هذا كله مفاهيم تحدث اضطراب في التطبيق. الأهم من ذلك بس بتعود للقاضي؟ بتعود للقاضي، بس ما هي بتختلف من قاضي لآخر في التفسير والتأويل. بمعنى قد يتحقق مفهوم الإفشاء عند القاضي ألف ولا يتحقق مفهوم الإفشاء عند القاضي باء، لتغير المفهوم من القاضي ألف إلى القاضي باء، فبالتالي أنا بحاجة لدقة في المصطلحات. التسول الإلكتروني أيضا جريمة في الأردن؟
عقوبته؟ في له عقوبة؟ إذا تسول إذا 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 أدى التسول، يعني بمعنى إنه إذا أدى انتحال، لا بدون هل هو انتحال شخصي، واحد يقول لك يا أخوي بدي 10 ليرات، بدي 20 ليرة، بدي 50، مجرد الانتحال وثبوت إنه هذا الفعل كان يندرج تحت الإيهام والخداع وأحد صور الاحتيال، تنقلب الجريمة من مفهوم التسول الطبيعي اللي إحنا عارفينه لمفهوم الاحتيال، واحتيال مالي إلكتروني، وهو في حقيقته احتيال، لكن إحنا المصطلح العام تسول. طيب سؤال، احيانا بتشوف شغلات على صفحات الفيسبوك بتقول لك شو هذا، شو هالقمصان، شو هالكذا، بتقول له ابعث لي، بيجيك على الدار وانه لون اخر وشكل اخر، الا يعد ذلك احتيال؟ اذا راحت اشتكي عليهم على هاي الصفحات، القضاء اشتكي، لانه مجرد الايهام والخداع معناته احنا واستخدام معناته اذا كل ذلك احتيال، هذا شكاوى، بدك قديش عدد القضايا؟ يعني انت بدك عن جد جيش جرائم الإلكترونية. المشرع لم ينظر إلى مقدار الضرر، بمعنى يعني 10 دنانير ولا 50 دينار. صحيح. ولا 100 دينار، الفكرة إنها جريمة. وإذا أنا بدي أحكي الآن إنه أنا إذا كان المبلغ يعني زهيد أو بسيط لا تعتبر جريمة. طيب. بدأت تتسع. وردت شكاوى للجرائم الإلكترونية بخصوص اللي حكيت عنه، مواقع البيع على الإنترنت، عدم مطابقة المواصفة بين طيب الصورة وال، بدي معي دقيقتين وأمامك كاميرا، واغلب الشباب اللي بيجوك شباب، ذكور كانوا ولا بنات، وانت يعني صاحب خبره بهذا الموضوع، ماذا تنصحهم؟ ماذا تقول لهم جميعا؟ لنا ولهم، تفضل. نصيحتي دائما اخلاقنا بالواقع العملي نلتزم فيها بالعالم الافتراضي. يعني مثال بسيط، لو اجيت انا بالشارع وصورتك ممكن اعمل معك مشكله، ممكن تزعل، ليش تصورني؟ ليش تعتدي حياتي الشخصيه؟ وليش لكن على شبكه الانترنت يتم ارسال صور، يتم ارسال مقاطع فيديو في العالم الافتراضي؟ هو العالم الافتراضي هو عالم عملي، عالم يحكمه قانون، عالم سهولة انتشاره سريع، فلا بد أن نلتزم بأخلاقنا بكافة هذه الوقائع. ثاني شيء، أي تطبيقات، أي مواقع تواصل اجتماعي نتأكد من إعدادات الخصوصية فيها. كيف إعدادات الخصوصية؟ دائما بسوء أن نقرأ عنها، مثلا الدخول إلى الحساب، تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، لا سمح الله يجيك كود على التليفون، ما يقدر المجرم الإلكتروني سرق حسابك إلا يجيك الكود على التليفون، أو تحدد الأجهزة اللي بتدخل منها. نحاول ما نتواصل مع الغرباء، فلتر الأمني تبع الآباء بالضبط. أيضا الوثائق المحمية، وأنا بحذر منها، مثلا تحصلت على رخصة قيادة مباشرة وأنك حاط على الإنترنت بطاقتك الائتمانية، طلبها منك صاحبك مثلا وأنك مباشرة بعث له إياها، أنا مقطوع أنا كذا، ممكن يكون الحساب انتهى لشخصيته. فلا بد أن نكون حذرين بالتعامل مع عالم الإنترنت والصور بالذات، بحيث الوثائق المحمية وغيرها بيش ممكن ينشئ منها محفظة إلكترونية يستخدمها لغايات الجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني. فإحنا المشكلة اللي بتواجهنا كمان بالتحقيق في مثل هذه القضايا، إنه محفظة بتوديك على محفظة، محفظة بتوديك على محفظة، عدة محافظ وهمية مرتبطات ببعض لحتى تصل للمستفيد الأخير من المبالغ المالية. فدائما نتأكد من إعدادات الخصوصية، دائما ما نتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي على أنها عالم حقيقي، عالم تحكم قوانين. طيب شو قال؟ والله هناك محتويات على مواقع التواصل الاجتماعي انه بتقدر تحط فيها 1000 قضية و1000 جرم و1000 شيء مخالف لعرفنا ولعاداتنا ولتقاليدنا ولقيمنا ولديننا. نعم. ويا محمود بيك، يعني قسم حطوا لهم حد يا اخوي. الان سيدي، يعني انا بعرف انه عالم فضاء وبعرف انه حرية، لكن هي الحرية اللي بتختلف عن عاداتنا، الحرية اللي بتختلف عن عاداتنا وتقاليدنا، التصرفات اللي بتصرفوها، يعني كمان هاي لازم يكون إلى حد. بعمرنا ما كنا بهذه الطريقة. يتم تحريك بعض الدعاوي من الادعاء العام بخصوص القضايا اللي تأخذ رأي عام، خلينا نحكي، أو القضايا اللي تضر السلم، الجرائم اللي تخدش الحياة العام، تخدش الحياة العام. وبنفس الوقت باقي القضايا الجرائم الإلكترونية هي ادعاء بالحق الشخصي، فلا بد من وجود مشتكي يقوم بتقديم شكوى لادعاء بالحق الشخصي. لازم. نعم. مثل غير هيك إحنا ما بنحرك أي قضية. أي في قضايا تحرك من الادعاء العام. الادعاء العام مثلا القضايا اللي تخدش الحياة العام، خلينا، القضايا اللي تأخذ رأي عام، القضايا اللي فيها منع نشر، هذه تحرك مباشرة من الادعاء العام. طيب أنا بدي أشكر ضيوفي على حلقة ليلة الخبير القانوني الأستاذ عبد الرحمن الشرار، شكرا لك لحضورك. أشكر لك موصول رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية محمود بيك المغير، شكرا لك وعلى حضورك، دمتم بخير.
نلتقيكم غدا، فإلى حين كل التحيات.